خلينا نشرح ليكتشر 8 ليكتشر 10 الكترونكس. وليكتشر 10 بتتكلم عن المسائل، يعني هنحل بعض المسائل اللي كانت موجودة في ليكتشر 4 وليكتشر المش ليكتشر 6. المسائل دي كانت موجودة في ليكتشر 4 بس ما حليناهاش، يعني السؤال نفسه موجود والحل موجود بس احنا ما كناش شرحناه. خلينا نشرح السؤال ده. اكزامبل 1 ده كان في ليكتشر 4. اكزامبل 1 و 2 كان في ليكتشر 4 واكزامبل 3 ده كان في ليكتشر 6. طيب بالنسبة للسؤال الأولاني كان بيقول لي إيه؟ بيقول لي find ال value of ال v وال i 1 وال i 2. طبعا هو ما حددليش طريقة، بس ال lecture 4 دي كانت لسه ما دخلناش في النودل والمش، كنا خدنا بس ال KVL وال KCL وال current division وال voltage division. فإحنا لو السؤال ده موجود في المحاضرة الرابعة فالمفروض نحل لغاية الحاجات اللي إحنا خدناها اللي هي KVL و KCL و Current Division و Voltage Division. طيب دلوقتي بيقول لي find the value of ال V، find the value of ال V وال I1 وال I2. ال V طبعا هي فرق الجهد عند ال 2 components دول 25 و 30، وال I1 هي ال current اللي ماشي في المقاومة 10، و I2 هي ال current اللي ماشي هنا، وطبعا ال current اللي ماشي في المقاومة 25، وطبعا 15 لأن هم سيريز. هنشوف مثلا ممكن نجيب في ازاي او اي 1 ازاي او اي 2 ازاي. طيب مبدئيا هو طبعا الحل هنا، فلو بنبص على الحل عادي. طيب هو هنا بيقول لي ايه؟ لو عايزين نحل السؤال ده ونجيب ال اي 1 مثلا، ال اي 1 بتساوي ال في على ار، وال ار الكرنت اي 1 هو الكرنت اللي بيعدي في المقاومه 10، وبالتالي هو بيساوي الفي على ار. انهي ار؟ الار اللي هي 10. طب ايه الفي دي؟ الفي دي بكام؟ ب 90. ليه ب 90؟ المفروض ان المقاومه دي يعتبر بارلل مع الكومبوننت ده، وبالتالي فليها نفس الفولت. المقاومه دي الفولت بتاعها السورس ده الفولت بتاعه 90، فيبقى فالمقاومه دي الفولت بتاعها برضه 90. تمام، فال 90 دي جت من الاي 1 بتساوي الفي على ار بتساوي 90 على 10. ال 90 جت منين؟ جت من ان الفولت بتاع ال 10 بيساوي نفس الفولت بتاع السورس عشان هما بارلل. تمام اوكي. طيب ده بالنسبه لاي 1، والاي 1 يطلع ب 9، 90 على 10 فيها ال 9. طيب لو عايزين نجيب الاي 2 مثلا، الاي 2 ممكن نطبق كي في ال في اللوب دي، اسيومنج ان كارنت ماشي مع عقارب الساعه، والكارنت اللي ماشي في اللوب دي اسمه اي 2 زي ما احنا شايفين كده، ماشي هو اي 2، هنطبق كي في ال. لما نيجي نطبق الكي في ال الايكويشن هتبقى عباره عن السمشن اوف الفولت عند الكومبوننت ده والكومبوننت ده وده، لان دي كلها الكومبوننت اللي موجوده في نفس اللوب والكومبوننت ده. تمام، فيبقى الايكويشن فيها اربعه اليمنت. الفولت هنا عباره عن لان ريزيستنس هيبقى الاي في الار، هنا الفولت عباره عن 30، هنا هيبقى الاي في الار وهنا هيبقى الاي في الار. تمام، فالفولت الاولاني اسمه 25 اي 2، الاي في الار هنا الار ب 25، والاي اسمها اي 2 ب 25 اي 2. طب والفولت اللي هنا 30 يبقى زائد 30. بعد كده دي الفولت اللي هنا عباره عن الاي في الار، الار ب 15 والاي بايه؟ باي 2. الكرنت اللي ماشي هنا اسمه اي 2. طيب بعد كده هيبقى الايكويشن دي لو احنا بنحلها بالكي في ال وعايزين نحلها بالطريقه اللي احنا متعودين عليها تبقى المعادله دي يعني خلينا نقولها بس بالطريقه دي بعدين نقول الطريقه اللي احنا متعودين عليها. الاليمنت الرابع هيبقى سالب 90. ليه سالب 90؟
اولا انا بجمع فولت، فالفولت اللي موجود عند الاليمنت ده اسمه 90. انا لسه حاسبها دلوقتي، قلت ان الفولت اللي موجود عند المقاومه 10 اسمه 90 عشان برر مع السورس الثاني. فهيبقى 90، بس ليه سالب؟ سالب لان انا دلوقتي الكرنت ماشي هنا في الاتجاه ده، ماشي كده، السهم جه طالع لفوق ماشي مع عقارب الساعه كده، بس الحقيقي ان الكرنت اللي ماشي في المقاومه 10 ده نازل لتحت، يبقى عكس اتجاه الايه الكرنت، فيبقى عندك سالب 90. تمام. لو احنا عايزين نحلها بالطريقه اللي احنا متعودين عليها، اللي هو مش لازم تجيب سالب 90 دي على طول، ممكن تحلها بان انت تقول ان الكرنت اللي هنا هتقول زائد 10 مضروبه في الاي 2 ماينس الاي 1. تمام. يبقى الاليمنت ده ممكن تقول سالب 90 على طول، ممكن تقول زائد 10 مضروبه في الاي 2 ناقص الاي 1. تمام. لو احنا مشينا بالطريقه دي اصلا من غير ما نقول سالب 90، هنعوض بقيمه الاي اللي هي موجوده هنا، الاي دي بسالب 9 هنحطها هنا، هنحطها ب9 ونعوض هيطلع لي قيمه الاي بواحد ونص. تمام. فعشان نجيب الاي 2 هنطبق كيف ال تديني الايكويشن دي، وممكن تديني الايكويشن دي، تو ايكويشنز واحد. خلاص قلنا طبعا ليه سالب 90، وقلنا دي هنجيبها ازاي. بعد كده الاي 2 يطلع بواحد ونص، يبقى احنا كده جبنا الاي 2. طيب لو عايز اجيب الفي، الفي بتساوي ايه؟ الفي هو عبارة عن فرق الجهد اللي موجود ما بين التو اليمنتس دول، هنا في بوزيتيف وفي هنا نيجاتيف. تمام. والفي هي فرق الجهد اللي هنا، يبقى الفي عبارة عن فرق الجهد اللي موجود على التو اليمنتس دول. تمام. يبقى الفي بتساوي فرق الجهد عند المقاومة 25 زائد ال 30. الفي بتساوي فرق الجهد هنا وفرق الجهد هنا. فرق الجهد اللي هنا 30، واضح يعني قيمته 30 على طول، لكن فرق الجهد هنا عباره عن الاي في الار، لان اللي هنا ار فمش عارفه الفي، فيبقى الفي عند ال 25. الفي عباره عن الاي مضروبه في الار. الار ب 25 والاي ب 1.5، لان الكرنت اللي بيعدي في الـ في الـ في الاليمنت ده عباره عن اي 2، فالاي 2 ب 1.5 و سوري. انا عايز اجيب الفولت عند المقاومه دي، فالفولت بتساوي الاي في الار، الاي اللي بيعدي هنا اسمه اي 2، اسمه اي 2، والمقاومه 25، فعندك 25 تضربها في 1.5 تجمع عليها ال 30. انا بجمع 25 زائد 30 بمشي كده علشان عندي البوزيتيف موجود فوق، البوزيتيف موجود من هنا، بوزيتيف نيجاتيف، يبقى اجمع الفولت ده زائد الفولت ده. كان ممكن اقول زائد ناقص لو عندي ده كان السالب فوق هنا الاول. خلاص. ف الفي لما بتكون على كذا اليمنت بجمع الفولت حوالين التو اليمنتس دول، بحيث ان انا بكونسيدر الاشاره ان انا عندي الفولت الاشاره فوق هنا، لو كانت بالموجب يبقى بجمع ده مع ده. طيب خلاص كده قيمة الفولت هنا طلعت ب67.5، ده بالنسبة للسؤال ده. يبقى احنا كده حلينا المسألة دي باستخدام الكي في ال، استخدمنا قانون اوم، استخدمنا قانون اوم واستخدمنا الكي في ال. بعد كده عايز يحل السؤال ده باستخدام الفولتج ديفيجن، في مديني مسألة تانية وعايز نحلها بالفولتج ديفيجن. طيب مبدئيا هو عايز يجيب الفولت عند ايه؟ لو نشوف ال، لو هو عايز يجيب الفولت عند ايه؟ الفي 1، الفي 1 الفولت هنا، الفولت عند المقاومه 18، يعني هو عايز فايند الفي 1، والفي 1 بيساوي الفولت عند ال 18.
لو انت عايز تستخدم فولتج ديفيجن، الفولت الفولت ديفيجن بيقول ايه؟ وانت عايز تجيب الفولت عند 18 يبقى عباره عن 18 على 18 زائد ال 54، لان دي المقاومه اللي حصل اللي هي سيريز معاها، الاثنين دول سيريز مع بعض. تمام، كل الحاجات دي بنضربها في الفي سورس، بنضربها في الفي سورس. انهي في سورس؟ هل ال 80 ولا الفي سورس بتاع الجزء ده؟ الفي سورس بتاع الجزء ده. انا عندي هنا 80 كانت اتجزأت على ال 16 وعلى الجزء ده، خلاص. فانا محتاج اجيب الفولت بتاع الجزء ده ويبقى هو الفي سورس بتاعي. تمام، يعني الفي سورس ده بسميه اندرسكور مثلا 18، خلاص. فانا مش عايزه الفي ده لو سمينا ده في سورس، فالفي سورس بتاعي اتجزء على دي واتجزء على الاليمنت. لو جبت الايكوفلنت بتاع دي هتبقى مثلا ولنفرض 10 يبقى 16، ال 80 اتجزء على 16 وال 10، خلاص. فبقى محتاج اجيب اشوف ال 10 خدت فولت قد ايه وال 16 خدت فولت قد ايه. تاني انا بجيب الـ عايز اجيب الفولتج ديفيجن عند ال 18، عباره عن 18 على 18 زائد 5 ال 54 مضروبه في الفي سورس. الفي سورس دي قيمتها كام؟ هل قيمتها 80؟ لا. ليه لا؟ لان اصلا عندك ال 80 دي هي عباره عن فرق جهد هيتقسم على المقاومات السيريز اللي موجوده بعده. انت عندك هنا 16 والمقاومات الايكوفلنت لدي الجزء ده طلع بكام يعني؟ الكوفلنت ليهم 24، يبقى الرقم ده اسمه 24. العشرة دي ال 24 دي، ال 24 هي المقاومه المكافئه للجزء ده كله. يبقى ال 80 اتجزأت على ال 16 اتجزأت على ال 24، هيبقى الفي سورس بتاع الاليمنت اللي اسمه 18 ده هو الفرق الجهد اللي اتجزأ عند ال 24. تمام، يبقى ده هيساوي الفي ات ال 24. اوكي، فاحنا محتاجين نجيب الفي عند ال 24 عشان نعرف نجيب الفي عند ال 18. اوكي، يبقى هي دي المساله. فايند الفي 1 يوزنج فولتج ديفيجن رول. الفي 1 هي الفولت عند ال 18، والفولت عند ال 18 لو عايز اجيب الفولتج ديفيجن بيساوي ال 18 على 18 زائد 54 مضروبه في الفي سورس. الفي سورس بتاعي هو الفي سورس بتاع الار ايكوفلنت اللي اسمها 24. طيب نجيب الفي اللي عند ال 24 ازاي؟ ده مبدئيا هنا بيقول لي ال 24 جت ازاي؟ جت ال 24 ازاي؟ كان عندك 45 سيريز مع ال 18 تجمعهم على بعض يديك 72، ال 72 تعتبر بارلل مع ال 36، صح؟ هيطلع لك ال 72 في ال 36 على 72 زي 36 يديك 24. تمام، فيبقى الار ايكوفلنت بتاع الجزء ده كله اسمها 24. يعني انا ممكن اشيل الجزء ده كله واحط بداله السيركت دي، هيبقى عندي 16 و 24. ممكن اجيب بقى الفولت عند ال 24 بفولتج ديفيجن، كان المساله عندي بقت بالشكل ده مبسط ده، وعايز اجيب الفولتج عند الفولت عند ال 24 باستخدام الفولتج ديفيجن. الفولت عند ال 24 بكام؟ يبقى عبارة عن 24 على 24 زائد 16 مضروبة في الفي سورس بتاعها. الفي سورس بتاع ال 24 كام؟ اللي هو ال 80. إن عند ال 80 اتجزأت على حاجات سيريز كان من ضمنها ال 16 وال 24، خلاص؟ فده كده بعد ما نحل المسألة دي يطلع لي الفي عند ال 24 بكام؟ ب 48. أرجع أعوض بقى في المعادلة بتاع الفي 18. الفي 18 زائد 18 على 18 زائد 54 مضروبه في ال 48 يديني 12، يبقى الفي 18 بكام؟
ب 12. ده حل السؤال. هو كان عايز ال V1، يبقى ال V1 احنا هنا ماشي. يبقى ال V1 هيطلع ب 12، لان ال V1 هي البعدة 18. طيب لو كان عايز ال V2، لو كان عايز برضو ال V2، ال V عند ال V2 دي، ال V عند 36، هنعمل ايه؟ هقول برضو ان ال V2 بيساوي ال V عند 36، تمام؟ 36 اوم. استخدمت فولت ديفيجن، هتبقى 36 على 36 ناقص سوري زائد مش 36 سوري، احنا عايزين نجيب الفولت عند ال 6، عند 36 هيبقى عبارة عن، احنا ممكن نمسح دي كده، فرق الجهد عند 36 هو فرق الجهد عند المقاومة 24، عند المقاومة 24 على ال 24 زائد 16. ليه؟ لأن المقاومة 36 يعتبر بارلل مع، في نفس، كأنها نفس المكان بتاع ال 24، تمام؟ فمش هنجيب في 36، لأن أصلا الفولت ما بتقسمش على التوازي، فمش هينفع تقول إن ال في بيساوي 36 على 36 زائد 72 مثلا. يعني دي كانت 36 ودي كانت 72، واحدة بس، الاثنين دول يعتبروا بارلل مع بعض، فمش هينفع تطبق فولتج ديفيجن على دي ودي. مش هينفع اقول بتساوي 36 في 36 زائد 72، لان هما الاثنين بارلل، فالفولت بتجزأ على السيريز. فبتشوف ال 36 دي كانت في الاصل سيريز مع مين؟ كانت في الاصل اسمها 24، يبقى عبارة عن 24 على 24 زائد 16، وبعدين اضربها في ال 80. 80 دي هي الفي سورس بتاع الفي 2، تمام؟ فالفي 2 هيطلع في الاخر ب 48. ده بالنسبه للسؤال ده. فالسؤال ده لو نركز هنلاقي ان احنا طلب ان اولا فايند الفي 1 وعايز طبعا الفي 2. يوزنج فولتج ديفيجن رول، استخدمنا فولتج ديفيجن مرتين، ما استخدمناهاش مره واحده، استخدمنا فولتج ديفيجن رول عشان احط الرول بتاع الفي 1، وعشان اجيب الفي 1 فعلا كنت محتاج اجيب الفي عند ال 24، فاستخدمت فولتج ديفيجن مرتين. طيب بالنسبه للسؤال الثالث، والسؤال الثالث ده موجود في المحاضره السادسه، في محاضره المش اناليسيس، كان في سبيشال كيس للمش اناليسيس. هنا في السؤال ده بيقول لي فايند ال V1، فايند ال value في ال I1 and I2 and I3 using the mesh analysis method. بالنسبه للفيجر ده هنلاقي ان الفيجر ده يعتبر سبيشال كيس في ال mesh analysis، والسبيشال كيس دي اسمها common current source، بحيث ان الكرنت سورس موجود ما بين تو ميشز. الكرنت سورس اللي هو ده موجود ما بين تو ميشز. خلينا بس نحل بالتفصيل كده دلوقتي. لو قال لي هات الفايند الاي 1 يوزنج الميش اناليسيس، اول حاجه بنعمل ايه؟ بنشوف انا عندي كم مش، عندي المش 1 وهنا عندي مش 2 وهنا عندي مش 3. بقول الكرنت اللي هنا اسمه اي 1 وهنا اسمه اي 2 I3 عادي وهنا I2. طبعا انت ممكن تعمل اي ترتيب عادي، بس بالنسبه بس ان المساله هنا محدوده ان هي كده، فعادي يعني ممكن تقول I1 I2 I3 او I3 I2 عادي. فدي اول حاجه لو انت عايز تحل المساله يوزنج المش، بتحدد النمبر اوف مشز وبتحدد الايه الكرنت لكل